احنا عقود بدائرة ماء بابل 450 عقد على المشاريع الجديدة، صار لنا سنتين بدون راتب والسيد المحافظ ما يدري بينا، وهيثم رمضان راح رشح على بغداد وصادق مدلول حاير بالمحاضرين، وهاي الناس العقود 315 لأن مشتتين باقين. كنا ننتظر ايش وقت البرلمان يقر الموازنة، واحنا نحترم ونجل البرلمان ومنتظريه، وصار تصويت على القرار. قالوا بعد بس يصادق رئيس الجمهورية، صادق رئيس الجمهورية، قالوا تنشر بجريدة الوقائع الرسمية، نشر بالوقائع الرسمية، يفترض صار قانون، القانون لازم ينفذ يطبق، لو بس عن هيك يعني نصدر قوانين بدون لا تنفيذ ولا تطبيق، شنو الغاية من عنده وشنو المبرر انه انت تصدر قانون وما تنفذه؟ هيهات بدنا الذلة، هيهات بدنا الذلة، هيهات بدنا الذلة، هيهات بدنا الذلة، كلا كلا للتسويق، نعم نعم للعراق، نعم نعم للعراق. خلي واحد يسمع نفسه، محمد لما تعالج شو يا محمد؟